لك عن مشاريعك، قصدي عن مشاريعك، شو مشاريعك المستقبلية؟ عم حدد لحل انتخابية كتير كبيرة، رح تشوفوا هالحل محل بطاريات، حل مجلات، كيف ما تدرون رح تطلع بقول لك الحلمة. حلمة قصدي حلمة. ايه شو عنوان الحلمة؟ ايه رح الحلمة. القبضة النسائي، بدك قبضة نسائي بمجلس النواب، بمجلس الوزراء، ايه. يعني انت من داعمي جمعية كفا؟ لا كفا كفا. كما يوقع هذه جمعية كفا بتناهض العنف ضد المرأة. أنا مع العنف مع المرأة، في أحلى من التعنيف خبطني، رفضني على البلكون، بتسوى علي كل بتكلم هيك بحلوة. طب ما أنت من وين حتجيب دعم لهالحملة؟ مريمكا عندك أعصاب وبسافرة لبرا. صديمة قلبي كان هالتعلاجات. شو بتعرف عندك أعصاب عك عيطتي؟ كونسير 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 بتفكر. ايه طيب شو حتغني بهالكونسير؟ عندي مندلي لحدد مني. مندلي؟ مندلي اللي حدد مني مع المونستير. طيب فينا نسمع شيء من هال، بتحبوا تسمع شيء من هالمندلي؟ بتحبوا تسمع شيء؟ بتحب تسمع شيء؟ يلا تفضل.